بهذه الفقرة معنا ضيوفنا مجموعة من الشباب أنتجوا فيلم قصير يتكلم عن السوشيال ميديا ومشاهير السوشيال ميديا، يحمل عنوان حب من نوع آخر. راح نتكلم أكثر عن هذا الفيلم والرسالة والقضية اللي يبون يوصلونها من خلال هذا الفيلم مع ضيوفنا في الاستديو عبد العزيز لوهيب، حياك الله مساء الخير. الله يحييك بعد راسي. وخالد الجدي حياك الله. الله يحييك. وأحمد المرزوق مساء الخير وحياك الله. وفهد خليفة حياك الله. الله يحييك. نورينا اليوم. حياكم الله. في البداية نبي نتكلم حب من نوع آخر وعلاقته بالسوشيال ميديا، خالد يا ريت تتكلمنا عن هذا الموضوع. هي الفكرة انطلقت بالبداية عن المشاكل اللي قاعد تصير بالسوشيال ميديا، فحبينا أن نتكلم بطريقة كوميدية بطريقة اجتماعية بطريقة حلوة نوصلها للناس يعني، فأسسنا الجروب وبلشنا أن نسوي الفكرة والحمد لله يعني سويناها وهي الحين قريبا راح تنزل. تمام. عبد العزيز إذا بنتكلم أكثر شلون جت لكم هذه الفكرة من أول ما بديتوها في أول خطوة لين إن شاء الله راح تصير موجودة على أرض الواقع؟ إن شاء الله. شلون جتنا الفكرة؟ طبعا احنا نواجه مشاكل وايد بسبة السوشيال ميديا. يعني أنا عندي من أهلي، عندي الوالدة وعندي خالتي من مشاهير الإعلام من مشاهير السوشيال ميديا. مثلا أنا عندي ناس من ربعي قبل لا ينشهرون كله وياك وحبايب ومن هالسالفة، من ينشهر الواحد خلاص هذا وجه الضيف وما تشوفه. فليش قلنا حب من نوع آخر؟ في ناس يعني القصة اللي بالفيلم انك لما تحب أحد ما تحبه صج، تحبه المصلحة، تحبه انك توصل، ولما توصل هذا وجه الضيف وما تشوفه بس. صحيح. يعني هذا اختصار قصة هذا اختصار بشكل عام. ممتاز. فهد يا ريت تكلمنا عن الفيلم، هو يعني يطرح قضايا اجتماعية، شلون شفت تعاطي المجتمع معكم؟ والله شوف احنا مجتمعنا كمجتمع خليجي في وايد تحفظات خصوصا حق مشاهير السوشيال ميديا. صحيح. لازم يعني كل واحد يطلع بالسوشيال ميديا له رسالة لازم يقدمها بشكل واضح وبشكل يعني يحترم العادات والتقاليد، ما يصير اوفر بحيث انه لان في ناس قاعده تتابع هالمشهور هذا. صحيح. فانت ما يصير توصل رساله غلط بطريقه غلط يعني للناس اللي حولك او الفولورز قاعد يتابعونك. فيعني المجتمع عندنا وايد يعني في تفرعات كثيره بتخلص من مشاكل ما تخلص منها يعني. صحيح. اذا بنتكلم اكثر عن هذا الفيلم احمد، شنو الرساله اللي كنتوا تبون توصلونها من خلال هذا الفيلم؟ عفوا تعيدين السؤال. الرسالة اللي تبون توصلونها من خلال هذا الفيلم وبالاخص في السوشيال ميديا. ان الناس بالزمن اللي احنا فيه هذا اهم شيء ينظر حق مصلحته الشخصية. صحيح. يعني ساعات هم البني ادم ما يقدر يوازن بين عقله وبين عواطفه. هذا اللي كان عايش دور خالد الجدي. ممتاز. يعني ودنا نعرف احنا اكثر يعني معاكم دور كل شخص فيكم في هذا الفيلم، ونبلش معاك خالد في البداية. أنا دوري كان بالفيلم إن الإنسان اللي كل يوم له هبة مو عارف شو يسوي بحياته، مرة يصير شاعر، مرة يصير مغني، مرة يصير مخرج، فيكون فهد وأحمد هما ربعي اللي هما اللي دائما يحاولون يوجهوني بس أنا ما أسمع كلامهم، أبي أسوي اللي براسي وبس. فبيوم من الأيام أصادف بنية فتنعجب فيني فنتبادل الإعجاب وكذي، فتنطلق القصة من هني. ان هي تبتعد عن السوشيال ميديا علشان انها ارتبطت فيني وكذي، فبعدين تيجي تعرض علي ان انا والله برجع، فانا ما راح اقبل هذا الموضوع ان شلون تبتردين، لا انت وخرتي. فدوري ان انا حبيب هذه الانسانه اللي هي كانت تشاركنا بالبطوله جودي كلعو، الله يعطيها العافيه، يعني هي مو متواجده اليوم معنا. نعم. عبد العزيز شنو دورك انت من خلال هذا الفيلم؟ يا جماعه انا دوري فش شوي. لا عادي عادي. أنا دوري اللي بعطيكم على قولتهم شيء مسطح ما بدي شوي. أنا دوري اللي كل شوي يتحرش بوحده. زين. طبعا من اللي واقف بالعومي بالفيلم شاب اللطيف اللي كل ما تحرش بوحده هو حبيبي ما أدري شو يبي مني بالفيلم وبس، هذا هو دوري. طبعا أنا المفروض إن أنا أكون وياهم وايد بس يعطي العافية وايد يزفني وكله ساحب على لوكيشنات ونايم أنا. الله يعطيكم. حسيت إن الفيلم شوية في جانب كوميدي من شخصياتكم لما ذكرتوها. كوميدي. إحنا حاطين الجانب الكوميدي شيء رئيسي بالقصة. ممتاز. بالنسبة لك فهد شنو كانت شخصيتك؟ أنا دوري دور صديق خالد اللي أبي مصلحته وأحن عليه ويا فلان وخر ولا تدش في هالعلاقة وماكو بس راس يابس مو راضي يسمع الحكي ودائما يعني في نص حقه يعني. وهم بعد دوري إن أنا هم مغني أغنية نهاية الفيلم. حلو. أحمد. أنا دوري صديقه المحبط اللي دائما مأيس فيه، كل ما يجي مستانس أكسر فيه، ليش مستانس؟
لا تضحك كذي. عاد ترى كل هال يعني الشخصيات احنا نشوفها فعلا على ارض الواقع موجوده، ربعك اللي يحطونك اللي يشجعونك، حتى يعني كل اغلب الشباب عندهم هذا النوع من الشطانه وغيرها وحب للشهره في السوشيال ميديا. طبعا بس نبي نعرف اكثر ايش معنى اخترته وبشكل عام عبد العزيز موضوع السوشيال ميديا، وهل كان في شخصيات ببالكم شفتوها انتم تبون تطرحونها لان مثلا قاعد تاثر تاثير سلبي على مجتمعنا الكويتي بشكل عام، ولا لا بشكل يعني كل السوشيال ميديا هم اللي قاعد ياثرون خلينا نقول سلبي؟ نبي نعرف. انا اقول لك شغله، انا طبعا الكلام اللي بقوله ما اقصد فيه الكل نهائيا، البعض. انا ما يبط شبدي الا شغله واحده، اللي يمسك كاميرا يعطيك دور الاب الحنون ولا تسوي كذي وسوي كذي وينصح. بس بالواقع هو مو عايش هالشيء. يعني انت قاعد تنافق الناس على مصلحتك عشان توصل عشان تسوي. يعني انا عندي يعني عندي بحياتي الصجيه عندي ناس وايد اعرفهم مشاهير. عندي الوالده، عندي خالتي، عندي ولد عمتي من مشاهير السوشيال ميديا خالد غربلي. وعندي مشاهير من برا السوشيال ميديا، يعني مثلا في ناس عرفناهم من الكاميرا دائما يعطيك دور البطوله. ان انا اللي ابيك، انا اللي اخاف عليك، انا اللي ويعطيك النهوة على قولتهم استغفر الله. انزين؟ بس تعال شوف حياته بالواقع شنو هو؟ شنو وضعه بالدنيا؟ كل من يقول لك دير بالك على رفيجك كل مصلحته ما ادري شنو تلاقيه هو اول واحد تحب على ربعه. فانا ما هذه الشغله اللي بطت كذي. مع العلم هذه اكبر مشكله انا اواجهها. حاليا انا الحين هذه مشاكل قاعد تحوشني بهالايام هذه قبل لا انتم تقابلون، يعني قبل فتره حاشتنا مشكله. بس هذه هي معود، خليه يمسك التلفون، خليه يقول، خليه يعطي نصايح حق الشباب كيف تكون حياته. بس المهم ان تدري ان ساعات تكون في كميه من الناس تتابع هذا الشخص وممكن هي تتاثر فيه، خل تتاثر فيه بالشيء الزين ذا هو دام قاعد يعطي نصايح للفئه اللي تتابعه. اذا بنتكلم اكثر عن الفيلم، يمكن بعض الافلام علشان مثلا توصل حق الشباب لازم ما يكون فيها قصة حب وغيرها من هذه الأمور، شنو اللي يميز فيلمكم؟ هو ما في شيء جديد يميز فيلمنا، هو احنا سلاسة الفيلم، طريقة الطرح، الفكرة، السيناريو نفسه، انت شلون راح تسوينا؟ انا سبق لي اني مثلت بأعمال تلفزيونية، يعني السيناريو اللي ينكتب للفنان ينكتب، يعني مثلا ابي يكتب سيناريو اكتب حق الوهيب، حق شخصية الوهيب، لا انا اكتب اجسد حق الشخصيه نفسها، فالسيناريو اللي احنا كاتبينه للشخصيه، فلما يجي الممثل يؤدي الشخصيه راح يؤدي شخصيه مكتوبه، ما راح يؤدي شخصيه هي انكتبت له. فهذا اللي احنا نتكلم عليه، هذا اللي يميز الفيلم نفسه، ان احنا قاعد نسولف على قصه، على كاركتر انت تجي تجسده. الشخصيات اللي موجوده بالفيلم، شخصيه احمد وفهد وعبد العزيز وحتى جودي انزين اللي شاركوا، هذه شخصيات احنا نعيشها بالواقع. صحيح. موجودة معانا بالواقع، فأنا حبيت أني أطرح هذه المشكلة. إحنا لما أي شخص يقدم على شيء لابد يلقى أقرب الناس لا يحطونه أو ينتقدونه إلى آخره، فأنا حبيت أني أطرح هذه المشكلة، حبيت أطرح المشكلة من أبعاد ثانية بعد، إذا إحنا وصلنا شنو اللي راح العوائق اللي راح تصير قدامنا؟ فإحنا لابد قاعد نواجه مشاكل، فأنا ودي أني أحل هذه المشاكل بطريقة كوميدية وسلسة وحلوة. ابي اسوي شيء مختلف، انا اسست هذا الجروب علشان ان احنا نسوي شيء مو موجود. احنا حاليا هم قاعد نجهز حق فيلم اسمه 2090. هذا الفيلم يتكلم شويه هو عن مرض فايروس وشيء كذي، قصه وايد غريبه ما تمثلت من قبل ولا حد سواها. فان شاء الله خير. ان شاء الله خير بالضبط، عشان ما حد يزعل منا من السوشيال ميديا والاشخاص وربعنا وحتى ربعكم. في اشخاص بالسوشيال ميديا قاعد ياثرون تاثير ايجابي، قاعد يكون شخصياتهم هم فعلا مؤثرين، هم نفسهم طبيعيين مو قاعد يتصنعون شخصيه او انه يبون يشهرون بشكل عام. فهد، هل فقط بالفيلم اخترته وقضيه السوشيال ميديا، هل في بالكويت عندنا مشاكل اخرى غير السوشيال ميديا طرحتوها بالفيلم او ناويين تطرحونها في افلام ثانيه؟ هو عموما السوشيال ميديا اكبر مشكله الحين تواجهنا في الوقت الحالي، لان تاثير السوشيال ميديا صار مو بس على الكويت، على العالم كله. صحيح. يعني انت ممكن تنشهر بلحظه من كلمه بسوشيال ميديا مع انك انت ما كنت معروف. صحيح. المشكله اللي احنا طرحناها على الموضوع هذا ان يعني الواحد لما تواجهه يعني كذا مشكله بعدين هم رد على المشاهير، انا واحنا ما نعرف، اكيد في ناس وايد زينه وايد قاعد تاثر تاثير ايجابي على اللي قاعد يتابعونهم. طبعا. لكن احنا هم بالفيلم قاعد ننتقد الفئه الثانيه اللي قاعد تاثر سلب. يعني انا عفوا بالكلمه هذه ما له داعي اني انا اصير يعني احط ناس اضحك الناس عليهم عشان اصير انا مشهور.
او ان انا عفوا اني انا اطلع بشكل ملاق عشان اصير مشهور. صحيح. هذا يسمونه يعرفون من ضعف الشخصيه الواحد يلجا للامور هذا عشان يسمون. لكن في ناس عندهم قيم اجتماعيه وقلناها بفيلم ان ليش الناس ما تصير عندها قيمه اجتماعيه، قيمه اقتصاديه، قيمه دينيه، في مصايح الواحد يقولها يستفيد منها الناس. صحيح. فاحنا وايد ركزنا على الموضوع هذا. صحيح احمد، يمكن كثير من الناس في هالفتره متعلقه بالسوشيال ميديا ومتعلقه بمثلا فلانه، اذا احنا خلينا نتكلم على كحريم، فلانه شنو حطت في السوشيال ميديا او شنو حطت في سنابها، خلينا نروح نشتري اللي هي حطتها. هل احنا في عندنا مشكله مجتمعيه اللي قاعد تخلينا احنا نتعلق في مشاهير السوشيال ميديا؟ عندنا المشكله هذه فعلا، يعني اكثر الناس نظرتهم ان المشهور اذا سوى الشيء معناته هذا الشيء وايد حلو، سواء مطعم، سواء ساعة، سواء اكسسوار يابة، لبس، هدوم، أيا كان. ففكر الناس أن طالما الشخص المشهور هذا ياب الشغلة هذه معناتها أوف حلوة عجيبة، حتى لو ما لها داعي. صحيح. ممتاز عبد العزيز، ودنا نعرف مدة هذا الفيلم وشلون راح تعرضونه، هل راح نقول في أحد السينمات الكويتية أو راح يكون في اليوتيوب فقط؟ مدة الفيلم عند الشاب الظريف، ما ادري هو اللي خالد كل شوي طاردني من المشهد والله كل شوي طاردني من المشهد دخلني المشهد. مدة الفيلم اتوقع من ساعة أي مدة الأربع. الفيلم القصير اللي احنا الحين قاعد نسويه 15 دقيقة الى 20 يعني، تمام. ولكن الفيلم اللي جاي اللي راح نشارك فيه ان شاء الله بالسينما راح ينزل اللي هو 2090 راح يكون ساعة الا ربع. تمام خالد، كلمنا عن هذا الفيلم، تأليف منو، منو راح يكون بطولة منو هذا الفيلم، شنو القضية اللي تبون تطرحونها من خلاله؟ هي القضية شوية قريبة، هو الفيلم بطولة أربع أشخاص. نعم. راح يكون دكتورة موجودة فيه، وراح تكون واحدة دكتورة ثانية بيولوجيا، إنزين، وضابط تعايش، وخبير كهربائي، تمام. راح تكون الفكرة أن هذول أربع أشخاص ما يعرفون بعض، فإذا اجتمعوا يقدرون أن يولدون مصنع أو إمكانية طاقة شبابية، فتصير معهم أحداث أن الشخص هذا أن يكون يعني ببيتهم قاعد يمارس آخر هواية له، فبعد ما يقوم من النوم يشوف الدنيا الكويت هذه انهجرت ما فيها ناس، فتبلش الأحداث معه أنه يدور على الناس، وين الناس، وين راحت الناس، يكتشف أنه في مرض، بعد ما يتجمعون يكتشفون أنه في مرض فايروس انتشر، فيقومون انه يحاولون انه يعالجون المشكله هذه علشان يرجعون الناس. فهي هذه الفكره بشكل مبسط، بس هي شلون راح تنعرض طريقه ثانيه لانه وايد داش فيها جرافيكس ان شاء الله. الله يوفقكم يا رب في فيلمكم حب من نوع اخر، وايضا فيلمكم اللي قاعد تنتجونه خلال ايام باذن الله 2090، ونشوفكم اعمال الشباب الكويتي ينجحون دائما، خصوصا بالفتره الاخيره قاعد نشوف انجازات كبيره سواء على مستوى السينما او اليوتيوب. كل الشكر لكم عبد العزيز الوهيب على وجودك معنا اليوم في برنامج الشباب. حبيبي لي الشرف اني اكون وياكم. يا جماعه ابي منكم واسطه تكفى، هذا لا تقعدون وياه. ان شاء الله. كل الشكر لك خالد الجدي على وجودك معنا اليوم. الله يعطيك العافيه. انا حاب بس اشكر اخوي علي رضا، هو اللي ساعدنا هم بالمونتاج، هو اللي قاعد يصمم لنا وياخذ الماده، هو اللي قاعد يعني يجهزها لنا، فحاب اني اوصل له شكر من قناتكم. الله يعطيه العافيه. وايضا كل الشكر لك احمد المرزوق على وجودك معنا، والله يوفقك في مجال التمثيل وايضا في فيلم حب من نوع اخر. الله يعطيك العافيه. الله يعافيك. وكل الشكر لك اخيرا فهد خليفه على وجودك معنا وعلى الانجاز اللي قاعد تسوونه في مجال الافلام السينما. الله يطول عمرك، مشكورين على الشرف. يعطيكم العافيه وعسى الله يوفقكم ان شاء الله من خلال هذه الاعمال والافلام القصيره. وصلنا معكم لختام حلقتنا لليوم، ان شاء الله تكونون استمتعتوا فيها واستفدتوا من بعض المعلومات عن الهاكرز. واقعا نلقاكم على خير في حلقه جديده من برنامج رايكم شباب على نفس الموعد. مع السلامه. مع السلامه.